السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عارفة إن كلنا خارجين من رمضان خلاص مش قادرين نعمل أي أكلة تاني، وحبايبنا اللي بيحبوا الحاجة السهلة السريعة النهاردة هنعمل حاجة كده مش هتاخد غير هم بالظبط 10 دقايق، وكمان طعمها تحفة وحاجة كده شبه البيتزا وبسيطة وسهلة ومقاديرها موجودة في كل بيت. بصوا الجبنة بتمط ازاي، بجد ما أقولكوش على الجمال والحلاوة، حاجة كده يا خرابي يا خرابي على المطة. نحط عليها كده بقى شوية كاتشب، خطيرة ومقاديرها موجودة في كل بيت. هنجيب يا ستي، هجيب بضاية احط عليها نص كوبايه دقيق، امزجهم كده الاول مع بعض بسيط، بعد كده اقوم ضايفه عليهم كوبايه حليب، نص كوبايه حليب، بعد كده بقى اقلب كويس جدا، اقوم حاطه عليها معلقه صغيره بيكنج باودر، والتوابل بقى بابريكا وتوم باودر وبصل باودر وشويه زعتر وشويه فلفل اسود وشويه كمون، وحطيت رشه ملح بسيطه خالص. نقلب بقى الخليط بتاع ده كويس جدا. تجيبي كبشه كده بايدك، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، ميكس، اي حاجه عندك تحطيها. نجيب بقى طاسه كده ما بيلزقش، نغرقها زيت، وبعد كده هحط بقى فيها، مش نغرقها زيت يعني، حطي مقدار بس ان هي ما تلزقش تحت، وبعد كده نقوم منزلين الخليط وفردينه بقى براحتنا خالص. بعد كده بقى اقوم مغطيها وحطها على النار بالظبط 3 4 دقايق على الوجه اللي تحت، بقى شكلها كده. قلبتها، تجيبي بقى كيس الموتزاريلا بتاعتك او الميكس اي حاجه، اغرقها كده من فوق. عايزه اقولك هو ده اللي بيحلي طعمها اصلا، وهي من غير الجبنه اصلا طعمها حلو، بس احنا بقى ايه بنحليها اكتر. وزينيها بقى من فوق باي حاجه حابه ان انت تضيفي جواها اللحوم، طبعا مفيش اي مشكله، لانشون، ميكس، مدخن، اي حاجه. بعد كده بقى هقوم مغطيها 3 دقايق وهي بتستوي من تحت، الجبنه تسيح، وبصوا بقى الجمال والحلاوه. طعمها يا جماعه بجد خطير، من احلى الحاجات اللي دقتها، وبسيطه وسهله يعني. ممكن كده ايه اي وقت جعانه ومش عارفه تاكلي ايه تدخلي تعمليها، مش تاخد منك وقت خالص، وطبعا الولاد هيحبوها، اي حد هيدوق هيحبها. بصوا الجبنه بتمط ورهيبه ازاي، بجد ما اقولكوش على الجمال والحلاوه. الف هنا وشيف، ما تنسونيش اللايك والشير وسبسكرايب.